مفاهيم مغلوطة وفيروس كورونا، أسئلة وإجابات بشكل كثير 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 سريع. هل يمكن أنه ينتقل فيروس كورونا في المناطق اللي المناخ فيها والجو فيها حار وجاف؟ نعم. هل بيفرق عن الفيروس المناخ العام للمنطقة في الانتقال من شخص لآخر أو في الانتقال أصلا في وجوده في هذه المنطقة؟ لا. هل مجففات الأيدي اللي موجودة في الحمامات لما إحنا نستخدمها في تجفيف إيدينا قادرة على التأثير على هذا الفيروس أو القضاء عليه؟ لا. هل يمكن نرجع نستخدم كمامات من نوع N95 المنصوح لاستخدامها أصلا أو إعادة تعقيمها واستخدامها مرة ثانية؟ لا. هل تقضي مصابيح تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على فيروس الكورونا اصلا ما لازم تستخدمها لتعقيم الجلد او الايدي او مناطق من الجسم؟ بالعكس، اتبع الارشادات اللي حكينا عنها في فيديوهات تانية او الموجود على موقع منظمة الصحة العالمية. هل يساعد رش الجسم بالكحول او الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟ لا. اذا دخل جسمك هذا الفيروس لا سمح الله فمش تنقع حالك بالكلور والكحول، لا، بدك تشوف رعاية طبية ظهرت عليك هاي الاعراض زي ما حكينا بالفيديوهات الثانية. هل بتأثر اللقاحات المستخدمة في علاج الأمراض التنفسية على فيروس كورونا؟ هل بتأثر عليه؟ لا. طب اللقاحات المستخدمة أو المضادة للالتهاب الرئوي؟ لا. الفيروس جديد ولسه ما في له أي لقاح أو علاج للفيروس نفسه. طب إذا غسلت أنفي بمحلول ملحي هيك واستنشقته وظبطت الأمور بشكل مناسب وبشكل متكرر وخلينا أحكي بفترات منتظمة، هل بيساعدني في أني أنا أحمي حالي من الإصابة بفيروس كورونا أو بيشفيني من فيروس كورونا إذا كنت مصاب فيه؟ لا. هل بيساعد تناول الثوم في الوقاية من فيروس الكورونا؟ لا. ما في أي بينة بتحكي أو أي دراسة بتحكي أنه الثوم مع وجود الفوائد الصحية اللي له اللي احنا بنعرفها أنه راح يحميك أو يعفيك أو خلينا أحكي يعافيك من فيروس كورونا، فلا. هل استخدام زيت السمسم على الجسم والبشرة بيقتل الفيروس وبيحميني من فيروس كورونا؟ لا. بس هي المحاليل الكحولية بنسبة 70-75% بلس أو الكلور أو المعقمات بشكل عام اللي بتحكي منظمة الصحة العالمية إنها قادرة على قتل فيروس كورونا على الأسطح أو على الإيدين. لا تقول لي زيت سمسم ولا عشر على الشجرة. هل المضادات الحيوية لها أثر على فيروس كورونا أو الإصابة فيه أو الحماية منه أو علاجه؟ لا. هل هناك أي أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه أو التعامل مع هذا الفيروس لغاية تصوير هاي الحلقة أو هذا الفيديو؟ فلا. حبيت أن أعرض الأسئلة والإجابات اللي موجودة على موقع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان المفاهيم المغلوطة عن فيروس كورونا بشكل كثير سريع وستريت تو ذا بوينت، سؤال وجواب. وهاي الإجابات هي لغاية تصوير هذا الفيديو للفترة الحالية اللي هي بتاريخ 26/3/2020. ان شاء الله قريبا بنلاقوا علاج لهذا الموضوع نخلص من هاي السالفة ومن هون نلاقيه ان شاء الله. دمتوا بألف صحة وعافية وألف سلامة على اي شخص مصاب او بيعاني من هاي الاعراض، وسلام.